طيب عايز اسالك عن امام عاشور. يعني امام الموسم اللي فات تقريبا كله ما عدا عدد قليل من المباريات كان احد اهم نجوم الفريق. اكيد الختام او البدايه ما كانتش كما ينبغي، مظبوط، خسر مكانه في المنتخب، هو كان مصاب في المباراه الاولى، ما استدعوش الكابتن حسام حسن في المباراه الثانيه، و بعد كده مع النادي صحيح المباراه الاولى سيراميكا لم يكن موفقا، لو كل المباراه الثانيه انا شايفه كان كويس جدا امام الزمالك. يعني شايف انها حاله ممكن تعدي على لعيب وتاخد لها 3 4 ماتشات ولا ممكن تلازمه لفتره طويله؟ لا انا بشوف ان هي حاله حاله. لان صعب ان لعيب يحافظ على مستواه على مدار موسم كامل، نعم، ومع مباريات بدايه فتره الاعداد، نعم، خاصة كمان لما بتيجي مع بعد راحة وضغط الموسم اللي فات كابتن شوبير كان صعب جدا. صحيح. وعدد المباريات اللي هل اتلعب الأهلي أفرط في الراحات شوية يا كابتن عماد؟ ممكن. الموسم السنة دي، ويمكن أنا مع نهاية الموسم قلت النادي الأهلي هيقابل الموسم اللي هو الموسم اللي نعم. بدأ هيبقى صعب جدا، وهيبقى أصعب من الموسم اللي فات بحكم الارتباطات بس اللي انت هيكون كل موجود سنه فيها. نفس الغلطه، يعني السنه اللي فاتت مع اتحاد العاصمه نفس وتخسر الفكرة، بضربه جزاء، والسنه دي مع الزمالك نفس تخسر بضربات ضربة الترجيح. مظبوط، نعم. لكن كان مفتاح بالنسبة لك قوي جدا ان هو يكسبك ويخليك السوبر تأدي. تاني. طبعا انك ادى تعالج اخطاء. ادى طبعا، نعم. لكن هبوط لعيب مستوى هبوط مستوى لعيب في مباراة او اتنين مش هيكون مقياس في بداية الموسم، يعني خاصة ان هو ادى بكفاءة عالية جدا الموسم اللي فات، وهو ممكن يقدر يرجع باجتهاد اكتر بمسؤوليه اكبر جوه الملعب وباصرار اكبر. هو امام عايز يجيب جون مستعجل، يعني بيجيب جوان كتير انا شفت السنة كده اللي في فاتت، مباراه، عمل هو أرقام حظنا بس ان هو بدا في مباراتين الزمالك، نعم. فهو عنده حاجه شخصيه، يعني انا بحس ده احساسي كلعيب نعم. ممكن كمدرب ان الحاجه دي هي اللي هتفوقك، الحاجه دي هي نعم. اللي انا بشوف ان البطوله دي ان شاء الله تكون إن شاء الله. ريحته على المستوى النفسي ده صحيح، اللي عشان كده ترجعه. احتفاله كان صارخ بيها. انا بشوف نعم. كده برضه ان هي ترجعه ان شاء الله لحالته الطبيعيه في اللعب. طيب خلينا